في 2010. احنا اول من نطلق تطبيق بس تطبيق بنك يا تحول او تشيك رصيد. بس بدينا ما قدرنا نوقف وما ندري لوين بنوصل. تحديث ورا تحديث ورا تحديث. كل اسبوع عندنا ميزة جديدة. كل اسبوع عندنا تحديث جديد. الى ما وصلنا صرت تسافر من التطبيق. تتقهوى من التطبيق. ما بقى الا نوزع عليكم ملايين. شيك مستغرب. وزعنا ملايين. عندنا سيارات. دبابات. تأمين دبابات السيارات. تبي شامل ولا ضد الغير؟ فهمنا اليو اكس، ضبطنا اليو اي، وصلنا التطبيق داخل التطبيقات. الى ما تعبنا وشلنا هم بعد ما ختمنا التطبيق. وش نضيف التحديث الجديد؟ نخليه باليد بدال الجيب؟ نبيع سيارات الطير؟ انتم علمونا وش تبون في التحديث الجديد. احنا مصرف الراجحي، اقدم واجدد بنك، عندنا اول واحدة في التطبيق.